مهندسون وخبراء يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في تونس. وأحباط تهريب أطنان من البذور المدعمة بمعبر راس جديرة. وفي تفاصيل، دعا مهندسون وخبراء في ندوة حول التوتر المائي في تونس ومسارات الحلول اليوم الأحد بعمادة المهندسين التونسيين إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في مواجهة أزمة المياه التي تمر بها البلاد، بترشيد استغلال المياه وتطوير الكميات القابلة للاستغلال سواء الطبيعية أو المصنعة. وأكد عميد المهندسين كمال سحنون أن إطلاق هذه الدعوة الملحة جاء بعدما تبين في دراسة أشرف على إنجازها مجلس علوم الهندسة التابع للعمادة أن الوضع المائي الحالي في تونس بلغ درجة التوتر المائي، وما دونه هو شح المياه، ويجب التفكير في اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان عيش الأجيال القادمة. وقال المتحدث أن الدراسة حول الوضع المائي في تونس والحلول الممكنة له أجريت بين جويليا المنقذي ونوفمبر الحالي بمشاركة 28 مهندسا وخبيرا تونسيا تحت إشراف مجلس علوم الهندسة، وتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة في الأسبوع المنقضي، وهي تهم أيضا مجلس الأمن القومي بهدف إعطائها الفاعلية التنفيذية. وأوضح كمال سحنون أن أهم في المقترحات الواردة في الدراسة تتمثل في الحوكمة المائية، وهي الآن حوكمة ضعيفة جدا، وعقلية التونسي لا تعرف التحكم والاقتصاد في المياه، وشدد على أهمية دور الإعلام في معاضدة جهود اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وتحسيس السلطة وأصحاب القرار والرأي العام لمشكلة المياه والحلول المقترحة. في موضوع آخر، تمكنت مصالح الديوان بالمعبر الحدودي براس جدير من إحباط محاولة التصدير خلسة لـ 21.5 طن من المواد الزراعية مخفية داخل شاحنة تحمل ترقيما أجنبيا على متنها 3 أشخاص، وقد قام صاحب البضاعة باعتماد تصريح مغلوط، حيث تفطن أعوان الديوان إلى كمية المواد الفلاحية مخفية بآخر الشاحنة التي كانت مبردة ومحكمة الغلق. ويشار إلى أن هذه المواد مدعمة وممنوعة من التصدير وتخضع لإجراءات خاصة من قبل وزارة الفلاحة فيما يتعلق بخزنها وتوزيعها. هذا وقد تم تحرير محضر حاجز في الغرض، وتم أثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإيقاف ذوي الشبهة وإحالتهم على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات. في أخبار العالم، بحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد العلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية إقليميا ودوليا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من ماكرون حسب بيان لمكتب أعلام رئاسة الحكومة العراقية نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال البيان أن الجانبين تباحثا خلال الاتصال حول العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين، إضافة لمستجدات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي. اندلعت أعمال شغب في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الأحد أثر فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في بطولة كأس العالم بنتيجة 2-0. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مهندسون وخبراء يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في تونس. وأحباط تهريب أطنان من البذور المدعمة بمعبر راس جديرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.